شاوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. غني لك شغنية تاني. مثل شو يعني؟ يعني شغنية الأحلام. أحلام بدك الصراحة يا غفران، أنا روح قلب الموسيقى الخليجية، وأحلام بالذات أنا كتير بيعجبني صوتها. يا ترى حفظتي لها شي غناي ولا بتتذكريش؟ ولو يا غفران، أنا يلي حافظت لها. تناظر الساعة ولا تدري ليش أزعل عليك؟ مش هاي ولا هاي، اسمعي تقلك. بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، هل انت ولي علي وثوبك ما هو من ثوبي، هالراس ما ينحني الا لمولاه، خلك بغيظك موت مالك امل صوبي، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول. الله يا سلام عليك يا سناء، فعلا صوتك كثير حلو، يعني مش لأنك أختي بس صدقيني لو اشتركتي بالسوبر ستار كنتي أخذتي الدرجة الممتازة وصرتي سوبر ستار العرب. وشو وصلني للسوبر ستار انت الثاني؟ انا للسوبر ماركت بقدرش اوصل. شو صار معك يا سناء؟ ما خلصتيش تقميع البامي؟ يلا ها ما تقوليش الا خلص، ما بقي الا شوي. بتعرفوا ليش بدي اياكم تخلصوا قوام؟ وليش بقى امي؟ لانه الاستاذ بيكن بعث لي 40 جرزة ملوخية ولازم ينقطفوا اليوم قبل ما يدبلوا. امي ابي تأجلوش معك لبكره؟ لا يا غالي ابي تأجلوش، خفوا ايدكم يلا خلصوني عاد. عيني انا شفت البني يا حالما تضرب ديري مش هتصيب وتعمل نايمة، كلمتها في الحب قالت معرفه معرف طريق الحب وهي عالمة. يا سليمة يا سليمة. الله على هالصوت ما احلى يا بيي، صوتك احلى صوت بكل الليبراريه. يقبر قلبي ان شاء الله، طبعا صوته حلو، لكن لمين طالع حضرتك؟ اصلا هذا اللي شاطر فيه انت وبناتك. معلوم يا عمي اذا كان بيكون مطبل بالدنيا ومزمر بالاخره، لمين بدكم تطلعوا انتوا يا ذلي؟ الله يسامحك، انا مطبل بالدنيا مزمر بالاخره. معلوم. وليش بقى يا ست الحسن؟ لانه حضرتك صارت الساعة 10 وبعدك ما طلعتش على الشغل. يعني فكرك اذا طلعت على الشغل قبل ساعتين من اسا حتفرق كثير يعني؟ بعرفش والله، بس الناس بتطلب الرزق من صباحية ربنا، مش بيضلوا نايمين للظهر مثل الاكابر. اي والله يا امي بي مش عم بيقصر. سدي بوزك ولي قال مش عم بيقصر، قال ولك الرزق بده حركي، بدوش كسل وتنبلي. وك يا شهيرة 100 مرة قلتلك افهميني مشان الرسول، 100 مرة قلتلك انه ضيعت الابرارية منحوسي ورزقتها قليلة، والسبب هو ان المصاري ما فيش بيد الناس، مصاري بيد الناس ما فيش حتى يتبعزقوا ويشتروا. ولكن اسمعوا على هالحكي، قال فيش مصاري قال. وك يا زلمي شو انت عم تبيع برادات ولا غسلات؟ مثل ما عم قلك، وصدقيني الناس عم تشتري مني بالدين، وفي منهن فاتح لهم دفتر حساب كمان. وحق الله اللي بيسمعك بيصدق، قال الناس عم يشتروا منه بالدين قال. وك يا زلمي مشان شوية دبابيس وكان بشط شعر عم يشتروا منك بالدين. اي والله مزبوط يا امي، ام جميل اشترت منه اساور وقنينة عطر وقالت له باول الشهر بوفيك حقهم. وكمان ابو صالح عايفان اشترى منه مقصين وملاقة غسيل وما دفعلوش حقه. هاي قلولة لامكن الخانم مفكرة اهل البرارية مليونيرية وعم يشكو القلة بعد. وك يا ام سناء، البرارية اذا ما اجاها موسم محرز الناس راح تموت من جوعها. ودخلك اذا كان هيك ليش عم تغير شغلتك؟ وشو بده يشتغل يعني؟ شو بيعرفني ولي انا زلمي ولا هو؟ هو بيني وبينك يا ام سناء، امبارحة شفت منام خلاني فيق من نومي وطير الناعوس من جفوني. ها وشو هو هالمنام بقى؟ والله ما بعرف،
بس شفت بمنامي شيخ جليل لابس ابيض بابيض وعم يقول لي يا ابو سناء ليش ما بتنزلش عالشام؟ نزل عالشام لانه بهالنزله رح تسمع خبر حلو ورح تتوفق. بقى شو رايك بهالمنام الغريب؟ لا غريب ولا شيء. اسا مفكر كل المنامات مسخره؟ ولك يا زلمي يا ما في منامات بتصدق وبتتحقق وبتخلي الواحد يصير فوق الريح. بس يا حسرتي يا شحاطي ما جوزي وبعرفك ما انت كسلان ومش عارف ربك وين حاطك. اسا اتشتغليش فينا من عند الصبح يا شهيره، خلينا رايقين وعم نغني الله يرضى عليكي. يلا سلام عليكي. بدك شيء؟ لا بديش شيء. بيي منستناك على الغدا ولا بدك تتاخر؟ لا اتستنونيش على الغدا، انا برجع بعد المغرب. لكان ليك عمال جدك تبعث لنا حمص وعدس وقليل الزيت، مش تنسى مثل عادتك. ومع مين بدي ابعثهم يا بعد عيني؟ بعثهم مع مرعي ابن ام مرعي. تكرم عينك يا شهيره بن جدل الطفصان، قال ابعثهم قال لك يبعث لي حمه، يبعث لي حمه على هاي الحياه هذه. قال ابعثهم قال انتوا هي ولي قبروا خلصوا عاد الحقوني على القلب بدون اقوى تربيه. تدري ليش نزعل عليك عاشقك واموت بيك، تكسر الخاطر بدوني ينكسر قلبي وجيك، لو تفارقني ثواني اكتئب واكره زماني، لا تخليني اعاني وانت في عمري شريك. تدري ليش ازعل عليك، تدري ليش ازعل عليك، تدري ليش ازعل ليش عاشقك واموت بيك. فراشي خواتم يلي بدك تصالح حميتك، يلي بدك تراضي مراتك، قرب يا حبيبي قرب يا حبيبي. مرحبا عمي. اهلا وسهلا بالخمورة الحلوة. قديش حق هالسوارة؟ والله هذه حقها ب50 بس إلك ب40. اسا انت بدك تبيع ولا بدكش؟ شلون بديش بيع يعني؟ طبعا بدي بيع. شو شغلتي لك هنا؟ أصبح حاطيني سوارتين ب30. شو عم تمزحي انتي؟ عم تمزحي ولا جنيتي؟ لا مش عم بمزح، بس انا سعرك غالي كثير. شلون غالي بقى؟ ايه انا وملكيش علي يمين تحلفيني شاري سوارة الوحدة ب35 ليرة. تاخد شو تعطي معي كثير؟ اذا كنت بيع عن جد باخذ منك 4 أساور ب60، منيحة؟ امنت بالله على هالنهار. وك يا عمي روحي العبي بعيد، بدك يعني بيع بخسارة يعني؟ مش أحسن ما تضل بضاعة ملحوشة بخلقتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضلي يا ستي، وهي 4 أساور. هيك ها شفت ما أحسنها؟ شو بك أبو سناء فيش كلمة مبروك؟ ماشي الحال، مبروك عليكي، ألف مبروك إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. قرب يا حباب، قرب يا صبية، قرب يا حباب. معنا فراش سنان وكبريت وخيطان، معنا محارم معنا خواتم معنا هدايا للنسوان. مشان الله جابروني، مشان الله اشتروا مني، مرتي اذا خسرتوني ابدا ما بترضى عني. معنا فراش سنان. مرحبا عمي سلام. اهلين بالقمورة الحلوة، شلونك يا سليمة؟ الحمد لله نشكر الله. معك مشط سنسمك؟ تكرم عيني، تفضلي. وبدي ليفي ناعمي حتى ما ينهرش جلدي. سلامة جلدك يا سليمة، وهي ليفي ناعمة كثير، كل ما فرقتي جسمك فيها بينعم أكثر. يكثر خيرك. شلون غفران؟ كويسي كويسي، بتدعي بسلامتي. وسناء؟ اسم الله عليها سنوقتي مثل الغزيلة. لساته صوتها حلو؟ طبعا لكان حلو كثير، أحلى من القطر يا سليمة. لساتكن ببيتكن القديم ولا نقلتوا؟ وليش لحتى ننتقل منه؟ نحن حالفين ما ننتقل منه إلا عالدار الآخرة. عمي أني بعد بكرة عرسي وحابة أعزم سناء وغفران إذا ما عندكش مانع. ألف مبروك إن شاء الله، منتشرف يا سليمة. ذكرني عمي بو سناء، وين عنوانكم؟ على كتف وادي الإبرارية بين البير القديم وبين شجرة البلوط الكبيرة. إيه عرفتوا، اليوم المساء بمرق لعندكم وبعزمون خاطرك. شو خاطرك؟
ما دفعت ليش حقي. مش مشكلة، ببقى بحاسبك بعدين. خاطرك. الله معي، مع السلامة. تضرب برمشط صيب وتعمل نايمة. كلمتها. سلم بياتك عمي بكامي. الله يسلمك، مع السلامة. شو يا رنا، بدكيش تشتري؟ مفلسي مثل العادي، انت واهلك مفلسين. قرب يا حبيبو. مرحبا ابو كامي. اهلين ابو سماء، شلونك اليوم؟ شو شلوني؟ حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوس. الله عليك يا ابو سماء، شو بتضلك متشائم؟ مليش متشائم يا ابو كامل، بس مصاري الناس صايرة عزيزة عليها كثير. المهم قبل ما انسى، عطيني يا مرحوم البي كيليين حمص وكيليين عدس وقنينة زيت، بس يكون ممتاز الزيت. ها، وزاهي غير زيت زاهي ابا خوتش. طبعا انت بتعرف طعم التمك، بس كيف بدك تحمل هون؟ ما تاخذنيش انت حامل حمل القديش بيطح تحته. اصبح بعت لي اياهن على البيت اذا بصرش ثقلي حتى تلحق مرتي تطبخ لنا لقمه. على عيني. تفضل خيي، قطع حقي. تفضل. يسلموا الايدين. الله يسلمك يا ابو كيمي. هيك طلعنا خلاص، ماشي الحال. الله يعوض عليك بالاكثر. امين يا رب العالمين. السلام عليك. وعليكم السلام، مع السلامه. اني بياع الخواتم، اني بياع الحلوين، اني بياع الخواتم، أني بياع الحلوين. يلا يا أوادم لك، يلا يا نزوين، اشتروا مني شي خادم ولو بعتوا بالدين. أنا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين، بياع الخواتم. ثواني ثواني، يلا على الخواتم، اشتري خادم لخطيبتك. شايف الجو شو رايق يا سناء؟ إيه والله يا غفران، النسمة باردة وعليلي. سنوقة حبيبتي، غني لي شي غنية بصوتك الحلو. إيه على عيني، بس بخاف أمي وبي يفيقوا على صوتي. إيه وشو فيها؟ إيه الناس بتفيق على صوات الشحرير. تكرم عينك، لكن اسمعي. هاللي قرا من مرسي لك، هاللي قرا تيرارارارا، بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرات يا رارارارا، هاللي جرى من مرسي لك، هاللي جرات يا رارارارا، بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرات يا رارارا، وامسح دموعي في منديلك هاللي جرات يا رارارارا، بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرات، هاللي جرات. شو بيي بعدك ما نمتش لقصة؟ مبلا نمت، بس فقت على غفلي بعد ما شفت المنام الغريب. خير يا ابو سنة، شو اللي فيقك من النوم؟ والله يا شهيرة، هالمنام يلي عم شوفه كل يوم رح يجنني. نفس المنام يلي عم تشوف فيه الشيخ يلي عم بيقول لك انزل عالشا؟ اي والله يا بنتي نفسه، يعني هاي خامس مرة بشوف فيها نفس المنام، والشيخ اللي لابس ابيض بابيض وعم يقول لي انزل عالشام بتتوفخ وبتسمع خبر حيله. والله يا ابو سنة، إذا كان هالمنام عم ينعاد معك كل يوم معناته لازم تنزل عالشام، بلكي الله دخيل اسمه بيفرجها عليك. بيني وبينك يا بيي، خسارة ما فيش، فخذ هالبضاعة عالشام واتكل على الله. حاكم البرارية صارت بخيل كثير والرزق فيها قليل. ولك تقبريني أنت ما هي بحكياتك. تعال أقول لك، تعال. ليك يعني إذا صرت بتنزل عالشام بلكي الله دخيل اسمه بيفرجها عليك، بيفتحها بوجهك ومنجمع جهاز هالبنت.
حاكم هذا خطيبة لسناء نقر راسي وهو عم يستعجلني من شان الخطبة. هي قولي؟ ايه والشغلة فيها شخسارة. امي شو عم توشوشوا انت وبيي؟ في شي مخبينه علينا ولا شو القصة؟ لا يا تقبروني، انتو في شي بيتخبى عليكم. ليكن بيكن وافق من بكرة ينزل عشام يسترزق اذا الله راد، ولا لا يا ابو سنة؟ لا ماشي الحال ماشي الحال، وانتي اللي قلتي. كريم يا رب يعطيك العافية يا عم. الله عافيك أهلين. دخلك شو اسمها هالحارة هذه؟ ليش بقى شو بدك باسمها؟ شي عم بسأل سؤال بس حرم يعني سؤال. لك إن شاء الله يكون اسمها العفاريت الزرق. أنت شو جابك لهون؟ اي شلون شو جابني لهون؟ بدي بيع بضاعتي. قديش صرت بايع من الصبح لهلا؟ قديش صرت بايع؟ قسما بالله ما بعتش ولا بفرنك زوري، مع اني طلعت على السوق الساعة 6 الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرزقك يا عمي، الله يرزقك ويرزقنا. امين امين يا رب العالمين. ماشي بهذه الحارة يا ناس اشتروا مني، ما راح بيع بخسارة، الدين ببهدلني. جابرني يا شامي يا تقبر عظامي، بلكي ربي بيرزق يمكن يحن علي. قرب يا حبيبي أول مرة بيكم بغيب كل هالوقت عن البيت. الله يرزقه ويرجعنا يا بالسلامة يا رب. آمين يا رب. هذا على الحساب، صار له 5 أيام غايب. أكيد توفق حتى غاب هالغايب، مش هيك أمي؟ قولي الله يوفقه ويرجعه بالسلامة، وحامل معه خبر حلو. عم بيع الناس أشكال والوان، كركر خيطان، ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي قرب قرب، عندم للأصلي أشكال الوان، حامل أنا البسطة وبضاعة البسطة. عم بيع الناس أشكال والوان، كركر خيطان، ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي قرب، يلي بدك تصالح حميتك. يعطيك العافية. أهليب سهليب، شلونك اليوم؟ شو بدي قلة، قسما بالله يا رجل ما استفتحتش بمليم واحد من 5 أيام لحد هالتاريخ. العمى معقولة؟ ولك اشتهيت بيع ليفي عيلتي كبريتي عبث، ما فيش حد عم يشتري مني، ليش؟ شو السبب؟ الله وحده بيعلم. قريب يا حبيبي. عود عود عمي عود. اسرب بنيتك. والله يبين عليك انك زلمي غشيم وعلى نياتك. وليش بقى على نياتي؟ طبعا على نياتك. معقولة جاي تبيع المي بحارة السقايين؟ شو مجنون انت؟ شلون يعني؟ ولك حبيبي انت جاي عالشام، مالك بالضيعة؟
يعني لا تأخذني، بالشام في كل شيء، ما حدا بحاجة لبضاعتك. الشام فيها دكاكين وفيها ميني ماركت وسبر ماركت وأكشاك فخمة ومحلات كبيرة بتبيع من البابوج للطربوش. بقى وين فايت بهالعجقة؟ يعني ماليش خبز بالشام؟ طبعا مالك خبز، يعني لا تؤاخذني بهالكلمة، البسطة صغيرة اللي ناتها على ظهرك، كل 10 متار بتمشيهم بالبلد بتلاقي أحسن منها بمليون مرة. يعني فيش أمل إني بيع شيء؟ والله يا عمي بهيك حالي ما في أمل منوب. إيه الله كريم. أنا اللي بدي أفهمه بس إيه؟ إنه أنت شو جابك لهون؟ بصراحة يا عمي مرتي هي اللي جبرتني. ما فهمت، مرتك شو دخلها بالموضوع؟ هي قالت لي انزل على الشام حتى يتحقق منامك. منام؟ أنو منام؟ يا سيدي بصراحة ومش راح خبي عليك، لأنه باين عليك إنك طيب وابن حلال. الله يجبر بخاطرك. الحقيقة أنا عم شوف بمنامي وكل ليلة شيخ مهيوب ولابس أبيض بأبيض وعم يقل لي انزل على الشام بتتوفق وبتسمع خبر حلو، بتسمع أحلى خبر بحياتك. ولما نعاد المنام كثير قالت لي مراتي انزل على الشام واسترزق وما فيهاش خسارة المسألة. هذه هي كل القصة، والحقيقة أنا ما سمعتش لا خبر حلو ولا خبر مر، لا ضار ولا نافع. سبحانك يا ربي على هالنزل المبهدلي. لك يا رجل معقول انت بأنو عصر عايش حتى تصدق المنامات؟ فعلا انك درويش وغشيم ومجنون كمان. ماشي الحال يا عمي ماشي الحال، كله من رب العالمين. الله يسامحك يا شهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس بلا منقودية يا عم مور. انت شو شفت بمنامك؟ يا سيدي شفت شخص عم يقول لي روح على ضيعة، وصدقني بحياتي ما سمعت باسمها. قال لي اسمها البرارية، وقال لي روح لكتف الوادي وحفير بين البير القديم وشجرة البلوط الكبيرة، واني رح الاقي كنز مدفون. وشوفت عينك، هي انا قدامك، لا رحت على البرارية ولا دورت على الكنز ولا غيره، ونسيت الموضوع من عين اصله. كثر خيرك يا عمي، كثر خيرك يا حبيبي. يعطيك العافية، يعطيك العافية روحي. السلام عليكم يا حياتي انس. السلام عليك يا انس. السلام عليك. وين 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 رحت؟ لك ما بدك تاخذ البسطة؟ مسامح مسامح يا خيي مسامح. ليش المجانين مو ولاد ناس؟ يا حاجي عمرك مولانا. الله يرضى عليك، خلي الاعوان يجهزوا لي لوازم رحلة الصيد. داي أخلاقي كتير اليوم، طايش حجري، حاسس بالملل من هالقعدة على الكرسي. أمرك مولانا. وبعت لي ورا المستشار بالحال. ها ليك وينه؟ بالظاهر طنت أدانه وإجا لعندي ركيد. السلام على مولانا. وأهلا وسهلا فيك يا خلدون، قرب لهون. روح يا حاجب وحاول تقوم بالواجب. أمرك مولانا. آخ 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 آخ. أمر مولانا. يا خلدون يا خلدون، دائت أخلاقي بين أربع حيطون، بين أربع حيطان، ولهالسبب قلت لحالي ليش ما بطلع أنا وياك ومنتصيد غزلان؟ أنا بالأمر مولانا. وإمتى بتحبوا تمشوا؟ هلا، ما بدي وقف المسألة. هلا؟ إيه هلا. شبك رفعت حواشبك وتهدلوا شواربك وكأنه هالطلب مو عاجبك؟ أعوذ بالله يا مولانا، شو مو عاجبني؟ بس يعني قصدي أنا والله إذا مالك حابب ترافقني اتنمحي، ميت واحد غيرك بيتمنى هالشرف. استغفر الله يا مولانا، لا تسيئوا فهمي، رغبتكم بالنسبة إلي أمر، بس إذا سمحتوا لي بعد إذنكم يعني لازم روح خبر مرتي وأرجع، مو مشان شي بس حتى ما يغلي قلبي علي. ومعلومكم رحلة الصيد بيجوز تاخد معنا 3-4 أيام. ولا يهمك، أنا ببعث لك مين يخبرها ويطمنها. كتر خيركم سيدي، بس ليكون بدك تاخد إذنها يا درسان. بالضبط سيدي، معلومك هي أم المؤمنين، وإذا ما رضيت علينا بتساوي حياتنا طين. هلأ أنت رجال ولا ملك رجال؟ رجال سيدي رجال. الرجال أمره من رأسه يا أخي، مو من رأس النسوان. سيدي
إذا بتريدوا. صف مع جنب ولا تكتر حكي يا خلدون. مولانا كل شغلة نص ساعة زمان، وما بظن إنه مرتي تمانع، وخاصة إني رايح مع جنابكم. صف مع جنب عم قلك، ولا تكبر المسألة قبل ما أعمل لك نقفة دين بهدلة تسوى حياتك. روح روح تلقح جنب مراتك، بركي بتجيب لك آخرتك. حاضر مولانا، أمرك أمرك يا حاجب. أمرك مولاي. جهزتولي موكب الصيد؟ موكب جاهز مولاي. بعت لي ورا صاحب الديوان. صاحب الديوان عم ينتظر مولانا. خليه يدخل. سلام تعظيم مولانا. أهلين ناظم، اسمع أنا رايح بعد شوي على الصيد، وحابب شرفك بمرافقتي، بقى شو قلت؟ ليش أنا إلي رأيي بعد جنابكم ما أمرتوا؟ عظيم جدا، كثير منيح. أصبح لأقوم غير ثيابي وألبس شروال، لأنه بصراحة كلسوني عم يضايقني وكابس على نفسي، بينما الشروال فضفاض بريح المسائل والغراض، أما هلأ حاسس كأني لابس حفاض. بس يا مولانا في طلب صغير إلي من بعد إذنكم. شو هو؟ أولا بشكركم على هالشرف الكبير اللي منحتوني إياه، بس شو هو؟ بس الحقيقة طلبكم فاجأني، ولهالسبب يا ريت تعفوني من هالمهمة. اعفيك؟ شو السبب بقى؟ هو في سبب سيدي، مو ما في. ما اختلفنا في سبب، بس شو هو؟ سيدي مرتي مريضة، وما بتصور تغفر لي غيابي عنها وهي بهالحالة. وشو مرضة بقى؟ داهمها طاعون ولا صابها الفالج؟ أعوذ بالله من غضب الله، ألف لا بأس عليها سيدي، ألف لا بأس عليها. لكن شو بهالخانوم؟ سيدي فزت الصبح راسها عم يجعها، وشي مثل سيخ النار بجبينها عم يلسعها. يعني بدك تروح تاخد إذنها؟ هي سيدي الله يخليك، جنابك صاحب الأصول، وهيك الأصول بيقول. لك شو صاير لكم يا أهل الشام؟ وليش هيك حاطين واطية للنسوان؟ يخرب بيت قلبكم على هالقصة. أنا يلي بفهمه إن الرجال هنن القوامون، مو هنن الخوافون. سيدي المسألة مو مسألة خوف، المسألة مسألة تقدير مو أكتر. أنا تقدير هذا؟ هلا ما عاد تعرف تدبر راسك من هاليومين ثلاثة؟ لا، وخاصة انك رايح مع الوالي، مو رايح على اسطنبول تعمل رزالي. سيدي الله يخليك، انا بامرك. بس منين بامري؟ انت مو بامري منوب، انت بامر الخانم المصون. لك ليش لحقني على الدعسة؟ ليش لحقني؟ روح روح من قدامي، اللي عم وشي سقطت من عيني كما تسقط المشمشة المعينة من على الشجرة. روح. أمرك مولانا أمرك. الله معك، مع السلامة. وينك؟ ركض على البيت ركض، ها لا تلتهي على الطريق، ولا تنسى تنقعل للخانم رجليها بالمي والملح، وتعمل لها مساج ظهر وعصر وصبح. أمرك مولانا أمرك أمرك. وإلا جناب الوالي بيقول لك سلامة راسك يا دلوعة، ريت الوجع على راسه تقبري عظامي. أمرك مولانا أمرك أمرك. يا حاجب. أمرك مولاي. مين في برا؟ قائد شرطة مولانا. خليه يدخل فورا. أمرك مولاي. السلام عليكم مولانا. جمال يا جمال، شلونك عيني شلونك؟ داعي لكم بطول العمر سيدي. شو مخلي على شفونك؟ عفوا سيدي، شو أخبار اللصوص والمحتالين؟ خافين كتير يا سيدي، خافين كتير. والسجن صار لازم نقلب مدرسة، لأنه تقريبا صار فاضي وما عاد إجاني لصوص من عند القاضي. على هاللون رح تصفى بلا شغل. كله بفضل حكمتك الرشيدة يا مولانا. اسمع هلأ وبلا لعب الألفاظ، وحاجة تعمل بهلوانيات بالكلام مثل يلي عم يلعب جمباز. مروا سيدي مروا. ما دامت المدينة عم تنعم بالأمن والاستقرار مثل ما تفضلت جنابك، بقى شو رأيك ترافقني برحلة صيد لمدة 3-4 أيام؟ منه منشم الهواء ومنه منلعب رياضة سوا. شلون سيدي شلون؟ 3 أيام؟ إذا بدك منساويهم أسبوع، يعني على هوا البسط. إذا انبسطنا منمدد، وإذا شفنا حالنا مرتاحين منجدد. كتر الله خيركم سيدي على الاستفادة، يعني بس الحقيقة بهالروحات ما جرت العادة ما فهمت. فهمني. يعني يا سيدي أنا إلي الشرف بالسياحة معك، بس المصيبة مرتي بالبيت. شو بها مرتك بالبيت كمان؟ يعني معلومكم سيدي أفكات خانوم، مرتي أخدتني عن حب كتير وما بتقدر على بعدي دقيقة. أنت ولا هي؟ بصراحة اثنيناتنا،
والأصعب من هيك أفكات خانة ومرتي بتخاف علي كتير، ولما بطلع برات البيت بتقرأ المنجيات السبعة حتى أرجع بالسلامة، وما بظن تسمح لي بهيك رحلات. ولو كانت الرحلة معي شخصية؟ سيدي لأن معكم بتخاف أكتر، لأنه جنابكم معرضين للخطر أكتر مني، والإنسان ما له صاحب إلا وله 100 عدو. هيك لكان يا عيب الشوم، أفكات خانم بتخاف عليك من عشرتي. لا العفو سيدنا مو هيك، بس بالعكس يا جمال، أنا موكبي حصين وحراسي كتير كتار. طالما هيك وأحسن ما عم نجتهد على كيفنا، تسمحولي أسألها وأرجع؟ وما بعتقد بتخيبني. ولك شو صر لكم يا أهل المدينة؟ وشو قصتكم مع نسوانكم؟ إذا بدكم تسعلوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، وإذا بدكم تضحكوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، يمكن إذا بدكم تموتوا تاخدوا إذن من نسوانكم. سيدي احترام المرأة واجب. لا 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 لا، هذا مو احترام، هذا اسمه تكفير عن الذنب وبزر رماد بالعيون. يعني أنتوا عم تحاولوا تكونوا مطيعين وأوادم ومثل الأملة المفروكة قدام نسوانكم بالأمور الصغيرة وبس. أنا يا مولانا؟ طبعاً أنت، فكرك ما وصلني خبر أنك رحت مع وصيفتنا تركان وخيمتوا 10 أيام بسكندرون وأنتوا عم تنهلوا اللذات المحرمة؟ ومين صاركم خبر مولانا؟ ولك حل عن سمانة وروح اضحك على نسوانك مو على الحانة. سيدي الحق معك، رحلة الوالي شريفة مو مثل رحلة الوصيفة. دخيلك يا مولانا، دخيلك، أحقن جيبوا سيرة الأفكات. روح من وشي، روح اضحك على عائل مرتك، أي خرب بيتك منيح منها يلي هاطمتك. العمر القصة، معقول تكون أمور الشام بإيد نسوانا؟ يا عيب على شواربنا ويا حيف على الحانة. يا حاجب عمرك مولانا، جهز لي حصانين بدي روح أنا وياك مشوار. بمولانا الوالي، قسما بالله قسما بالله هلأ خطرت ببالي. شلونك عيني شلونك؟ منيح مولانا. شو مخلي على جفونا؟ ولا شي مولانا. أنا رضيان عنك كتير، وإذا راح تلبي لي هالخدمة راح أرضى عنك أكتر. أنتو ما بتطلبوا مولانا، أنتو بتأمروا أمر. هذا عشمي فيك يا طيب، أنت بتعرف تصطاد؟ لك مولانا لك، أنا روح قلبي صيد، بري بحري جوي ما بتفرق، المهم أني اضرب فشك وعلق طعم للسمك. براوه عليك براوه، بينتك رفيق للرحل جيد. سيدي العبد بيطلع للسيد. براوه عليك براوه. يعني بفهم من كلامك أنه ما عندك مانع ترافقني؟ عم تحكوا جد مولانا؟ بعلم أنا يا خلق ولا بحلم؟ يعني معقولة مولانا يحسبني زلمة بين الزلم؟ قسما بالله ما لي مسد عيوني كأني عم أحضر فيلم. سكر تمك لكان وامشي معي، شو مستني؟ لكن مولانا لو سمحتوا بقدر غيب دقيقتين وارجع، بيتي قريب، ما بعتقد اكثر من دقيقتين رح غيب. وليش بدك تغيب يا درسان؟ لاني بدي شاور المرأة، ومعلومكم مولانا حاكم الامر والشور من ديوان الداخلية. خليك بمطرحك ولا تروح لمطرح. ليش لا سمح الله مولانا؟ لا خلاص خلاص، غضينا النظر عن الموضوع، خلاص خلاص. لك يا عالم يا بشر يا ناس يا أمم يا أنام يا قبائل يا مدائن يا قرى يا نواحي يا ضواحي، إنه ما في بالشام رجال واحد ما بيشاور مرته. السلام عليكم. شلونك عيني شلونك؟ أهلا وسهلا يا مولاي.
إيه عليم الله، شرفتنا وجبرت خاطرنا بزيارتك. كيفك يا طيوب؟ والله الحمد لله بألف خير يا مولاي. وشلون جنينتنا؟ ما شاء الله حولة بتاخذ العقل. براو براو عليك. إلك ولا للديب؟ خسى الديب وميت خسى يا مولاي. ها بدي منك خدمة صغيرة، أنا رايح أصطاد وبدي منك تصحبني. جنابك بتقلي موت باللحظة والتو بنفذ. يعني موافق أنت؟ موافق سيدي، وجاهز فورا ركضا أو ركوبا أو سيرا. وبتمنى يا سيدي تتنازل وتاخدوني، لأني سيدي أنا بالسيارين مع عشراني وودود. براو عليك براو، كتير حلو هالكلام. وأنت الانطلاق يا مولانا؟ بالتو اللحظة. العظيم خير البر عجله. تفضل تفضل يا مولانا تعال. ما بدك تشاور مرتك بالأول؟ عفوا مولانا، ليش؟ مين الرجال، أنا ولا هي؟ قصدي بجوز يكون عم يدور ببالك انك تروح وتخبرها انك رايح الصيد معي. لا مولانا، انا هالشي عمره ما صار معي. المرأة لازم تقعد بالبيت وتنطر رجالها لحتى يرجع، وغير هالتصرف مع النسوان ما بينفع. بس بجوز رحلتنا تطول شي يومين ثلاثة. ها وان شاء الله يكونوا عشرة يا مولاي. بالعكس كل ما طولنا اكتر كل ما كان صيدنا اوفر وانبسطنا اكتر. بس بجوز مرتك تقلق عليك يا رجل. معلش سيدي خليها تقلق، بالعكس كل ما قلقت أكثر كل ما كانت حرارة اللقاء أقوى. وفهمكم كفاية يا سيدي، أنا جاهز للانطلاق. براو عليك براو، بارك الله فيك، بينتك شهم وأبضاي. الله يطول بعمرك يا مولاي. إيه سيدي، أنا عندي حصانين، اختار أنت واحد وترك لي الثاني إلي. معقول هالحكي يا مولاي؟ العين ما بتعلى عن الحاجب. معقول الإجير يختار قبل معلمه؟ معقول التلميذ يختار قبل استاذه؟ شو هالمسخرة هاي؟ معليش ولا يهمك، انا انبسطت من صدق كلامك وحرارة لقائك، ومشان هيك انا عم خيرك مكافأة لك على رجولتك. هنت رجال رجال هنت، بقى اللي انو حصان بدك، الاشقر ولا الاسود؟ شبك يا رجل، قلت لك اختار لك شي حصان. المشكلة سيدي أنا بحب اللونين الأشقر والأسود، ما بعرف أي واحد بدي اختار سيدي. اختار وخلينا نمشي. مولاي بتسمح لي بشغلة؟ شو هي؟ بيتنا قريب يا مولاي. ايه وشو المعنى؟ يعني مولاي بتسمح لي روح على البيت بس لحتى أسأل مرتي أي لون بدي أخي؟ سلام عليكم. اهلا يا مولاي. خير شو في؟ في عندكم ضيف، ضيف اجنبي يا مولاي. مين هو؟ رسول من بلاد الفرنج، من الملك شارلومان. خليه يدخل. فليدخل. سلام ملك الفرنج شارلومان إلى جناب والي الشام خسرو دقماط. أهلا وسهلا ومرحبا، تعال تعال عود مشقيتي. يا أهلين وسهلين ومرحبتين بهالآمة وبهالعين. شو أخبار مولاك بروك؟ مولانا ترودوس داعي جنابكم لزيارة روما شهر زمان. أيمتى؟ حالا يا مولاي، لأنه احتفال تأسيس الإمبراطورية بعد أسبوع ودوبنا نسافر من هلا. إلنا الشرف. بس شهر؟ نعم مولانا. شهر؟ مشكلة. وين المشكلة مولانا؟ القصة انه مرتي صار لها مسافرة شهر سياحة لمرمرة، وعم تتسوق تياب من أنقرة، ويمكن بدها شهر لترجع. ترجع بالسلامة يا مولانا. وين المشكلة؟ المشكلة شلون بدي روح بدون ما أخذ رأيها؟ مو مناسبة. بتلاقيها مناسبة انت؟ ليش عم تطلع فيي؟ كما تكونوا يولى عليكم. أي والله يسلم وديات يا أم شريف. الله يسلمك ويقويك يا أبو شريف. حبيبي بتحب جيب لك سكري ولا حط لك سكر عادي؟ لا لا سكر عادي. تعرفي يا أم شريف طوال الليل وأنا مالي نايم، طوال الليل وأنا عم بتقلب. خير
شو اللي شاغل بالك؟ آخ ما بعرف يا أم شريف، من وقت ما حكينا ببيعة البيت وأنا مشغول البال. هلا بنضل نحكي بنفس القصة؟ مو بإيدي يا أم شريف، مو بإيدي، هذا البيت بعز عليه كتير، عشت فيه 60 سنة من عمري أنا وأبي وجدي، يعني بيعته واقفة مثل الهم على قلبي. بجوز، بس بكرة لما رح تقبض حقه ملايين رح تنسى كل هالشي. بعدين لو ما صار هلا البيت كبير علينا أنا وياك، أنا ما كنت سمحت لك تبيعه لأنه أنا كمان بحبه. شو نسيت؟ نسيت يا أبو شريف إنه جبت ولادي كلهم فيه؟ بس بعد ما جوزناهم وكل واحد راح بحال سبيله الله يوفقهم، صار لازم نبيعه يا أبو شريف، خصوصي إنه زبون واقف على الباب وبده إياه اليوم قبل بكرة. دخليك إجوا مبارح شافوه مرة تانية ولا ما عاد رجعوا؟ شلون ما عاد رجعوا؟ صاروا جايين 5 مرات بهال10 أيام. هو بتعرفي لازم نبيعه لسبب واحد بس. وشو هو هالسبب؟ خايف يحلب عين الدولة وتاخده مني بتراب المصاري، لأني على الهوى ما فهمت من المختار أبو ضياء إنه الدولة عم تحط عيوني على البيوت العربي المهمة وعم تساويهم يا متاحف يا منشآت سياحية. ها وشو فكرك بتدفع الدولة؟ وشو بتدفع يعني؟ من الجمل أدنه يعني قديش فكرك بتدفع بهالبيت؟ يعني هو بالسوق بيجيب البيت 12 مليون بس الدولة ما بتدفع هيك سعر وما بيهمها سعر السوق. طيب وهذا أبو الخوف قديش بيدفع؟ يا ستي هذا عوف أبو الخوف من أهم مسؤولين البلد، يعني عنده مليارات الدولارات وبظن أنه بيدفع هيك مبلغ، يعني إذا ما دفع 12 مليون بيدفعون 11 مليون. وقديش هدول بيطلعوا على الدولار؟ وشو بهمك من القصة أنت؟ شو بيعرفني؟ خايفة عليه ينضلع أو ينكسر هذا أبو الخوف. يا ستي بيطلعوا 250,000 دولار مثل ما طلبنا. يو من طرف الجيبة يعني. الله يتمم على خير وريح لي بالي قبل ما أموت واشتري لك كل ولد بيت صغير يتقاوى هو وعياله فيه. الله يديمك ويقويك ويطول عمرك يا أبو شريف. صباح الخير سيدنا. صباح الخيرات. شو صار بالبيت العربي؟ شغالين سيدنا، شغالين. شلون يعني شغالين؟ ألو صباح الخير أبو فداء، شلونك شو أخبارك؟ الله يسلمك الحمد لله. نعم؟ أي طيب طيب على عيني. أنا رح أبعث لك مفرزة من عندي تحرس الطريق بالوقت المحدد ولو أنت بتأمر أمر. أي على عيني ولا يهمك أبو فداء، بس شو بدي أقول لك، يعني هي عادة نحن مناخد عليها 200,000 دولار بس مع جنابك ما منسترجي. بدنا الرضا يا سيدي. الله يخليك، مع السلامة. اليوم المساء الساعة 11 بتبعت لي مفرزة على الطريق الشمالي بكامل عناصرها وأسلحتها حتى تسهل مرور شاحنات أبو الفداء على الحدود. لا تخليهم يكتروا أسئلة وخليهم يسهلوا مرور الشاحنات مهما كان العدد، وخلي يرأس المفرزة أبو سالم، هذا عنده خبرة كبيرة. أمرك سيدنا. وشو صار بالبيت العربي؟ إمتى التسليم؟ سيدي بصراحة نحن لحد هلا ما فتحنا صاحب البيت بموضوع السعر. وليش ما فتحتوه؟ شو ناطرين؟ سيدي الرجل طلب 12 مليون ليرة سوري، رغم إني حاولت نزله بس أصر بالنهاية على 11 مليون ليرة. بقى شو أمرت سيدنا؟ نحن جاهزين. انهيلي الأمر بسرعة وادفع له 2,000,000. سيدي أكيد ما رح يرضى. وليش لحتى ما يرضى بقى؟ ليش شو رسماله عليه؟ بقديش جده شاري؟ يا دوب كان حقه 10,000 ليرة. ما بعرف سيدي بس عطوه 2,000,000 ومهلة إخلاء 15 يوم، وإذا عمل مشاكل خدوا مفرزة وطلعوه بالقوة وبلشوا الهدم فوق راسه. أمركم سيدنا. غيره شو في سيدنا؟ مشان أرض يعفور. قديش مساحتها؟ حوالي 10 دونمات سيدنا. شو بتأمروا ندفع له؟
مين صاحبها؟ سيدنا فلاح اسمه عزة السقباني، فشفت أمره نحن جاهزين. قديش فكرك ندفع له؟ سيدنا على هوس على السوق، يعني الدنم بهالأيام هي بيسوى حالي 5 مليون ليرة. ولك شو أنت ما بتفهم؟ ولا صاير العقلك وشي؟ أسعار الأراضي أسعار وهمية، هاللعبة هي لعبة تجار العقارات الأرزال. بقى فكرك مين رح يحط التاني تحت باطه؟ التاجر الذكي ولا المسؤول القادر؟ والله يا سيدنا القرار قراركم. لك شو قصتك أنت؟ شو قصتك؟ اشتهيت تفيدني برأي سديد ولو مرة. شو اسمك مدير أعمال لكان؟ سيدنا أنا بخاف يكون رأيي غير دقيق، وما شاء الله حضرتكم بهالموضوع. تدفع له 500,000 بالدنم، يعني 5 ملايين لكامل أرضه، وخليه يوقع على صك تنازل. لا تروح لحالك، خد معك مفرزة، لا تأذوه، خلي المفرزة توقف مع جنب، أنت بنفسك فاوضه. أمرك سيدنا. غيره جميل عندك شيء؟ ألو، أهلاً أبو جاعر، أهلاً بكم، شلونك؟ لا والله مبارح حجزوا لنا مقصف بجزر الأميرات، إيت عشيت هنيك مع رستم بلهموت وأبو عرفان الشفطة. جميلة ما بنقول لا، بس صوت نانسي عطية أحلى. مور يا سيدي. نعم، كم نمرة؟ 2 إدخال مؤقت ووحدة أمنية. طيب على عيني أبو جاعر. على عيني، غالي والطلب رخيص. الله معك يا سيدي، مع السلامة. سجل عندك 2 إدخال مؤقت ونمرة أمنية لأبو جاعر. وأنا من رأيي تعطيه بي ام اكس 5 يلي اجتنا مبارح مع النمرة. أبو جاعر عم يخدمنا، وخلي له إياها مفاجأة، لأنه بكرة عيد ميلاد ابنه جاعر. خطي. أمرك سيدي. إيه جميل، غيره عندك شيء؟ سلامتك سيدنا. عفوا سيدنا، في صبية صار لها كذا يوم عم تيجي لهون، عم تقعد على باب المحرس من الصبح للمساء، صار على هالحالة أكثر من 20 يوم، فشفت أمره سيدنا. خليها تدخل. على راسي. هدي حالك. ان شاء الله يا سيدي تساعدني، بوس ايدك يا سيدي تساعدني. ماشي الحال، هلا بسمع قصتك. عدي لشوفهم، عدي. خليني واقفة سيدي. عدي وتمالكي اعصابك حتى افهم منك. عدي. امور سيدي. ليمون بارد. على عيني. شو اسمك يا صبية؟ خدمتك نهلة سيدي. نهلة شو؟ نهلة مخولاني سيدي. خير، شو قصتك انتي؟ سيدي، سيدي انا لي اخ صار له محبوس اكثر من 5 سنين، ما بنعرف وين ارضي. الله يخليك يا سيدي، دخيلك يا سيدي ببوس ايدك. ما بدنا اكثر انه نعرف اذا كان طيب ولا ميت، عايش ولا متوفي. والله ما بدنا منك اكثر من هيك يا سيدي. شو اسمه اخوكي؟ هلال مخولاني يا سيدي. نعم؟ هلال مخولاني. صدقني يا سيدي، مالي طالبة من جنابكم لا أنا ولا أهلي، لأنه نطمن عليه تسمح لنا بزيارته. الله يوفقك يا سيدي. الله يصلحه، لو ما كان عامل شيء ما كنا قربنا صوبه. سيدي أنا ما عم أسألكم إذا كان عامل شيء ولا لا، هذا شغلكم وأنتوا أعرف فيه. الله يديمكم لهالبلد يا سيدي. بس يا سيدي أنا بس طالبة منك إني اطمن عنه وشوفه ولو كل 6 أشهر مرة. الله يخلي لك ولادك يا سيدي. الله وكيلك، امي صار معها القلب وابي مشلول وقاعد بالبيت وخايف يموت قبل ما يشوفه. طولي بالك يا نهله، ما خربت الدنيا، كل شيء له حل. يعني ممكن اشوفه؟ عرفتوا وين ارضي؟ شربي ليمون وروقي دمك. الله يسلمك. قديش عمرك يا نهله؟ 22 سنه سيدي. ما في فرق كبير بيناتنا بالعمر، ها؟ ما فهمت سيدي، شو قصدك؟ انت وين ساكنة؟ بالتحاليل سيدي. شو بيشتغل ابوكي؟
صلي حنفيات، عامل صحية يعني. شوفي يا نهلة، أنا رح أسعى ورح خليك تشوفي أخوكي، مع أنه هالشي ما صار لغيرك لأنه وضع أخوكي حساس. الله يطول بعمرك، أكيد ما في شي ما بيصير إذا استوعبنا بعضنا. عفواً، شلون يعني؟ يا نهلة أنت بنت فقيرة ودرويشة وجميلة خزيت العين عنك، وأنا حابب ساعدك من كل قلبي. الله يخلينا ياك ونولك أعلى المراتب يا أحق. بس بالمقابل أنا عندي شرط صغير. ها أمور، أنت بتأمر أمر. بدي منك تتجوزيني. نعم؟ مثل ما سمعتي، بدي منك تتجوزيني. ما فهمت علي. كتير صعبة المسألة، أنت عجبتيني وأنا بدي أتجوزك على سنة الله ورسوله. معقول؟ ليش مو معقول؟ شو أنا أول واحد بيتجوز يعني؟ بقى شو قلتي؟ الله يخليك يا سيدي، بس أنت مقامك وين ونحن مقامنا وين؟ إيه ما كن مقامي هلأ؟ شو قلتي ما عندي وقت؟ جاوبيني خلصيني. ما بعرف يا سيدي، ما عم بستوعب يعني، يعني حضرتك حضرتي بده يتجوز حضرتك، فهمتي بقى؟ بس جنابك هلأ عرفتني. هلأ عرفتك وهلأ بدي أتجوزك؟ شو كفرنا يعني؟ وبعدك إذا كان أخوكي ما له عامل شي خطير إني ساعده وإسعاله ببراءته كمان. هذا كان أملي يا أبو الخوف. يعني موافقة؟ أنا ولك شبكي خايفة يا حياتي على سنة الله ورسوله؟ شو ما بتفهمي بالشرع أنت؟ ليش مرعوبة؟ ورح سكنك هون بالفيلا ورح يكون متأخرك عالي. بقى فكري على مهلك ولا تتباطئي بالجواب قبل ما غير تفكيري. ها يعني 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 إذا أنا يعني عفوا يعني ما عم تقول حضرتك يعني تسمح لي زور أخي؟ طبعا الشغلة بإيدي. طيب ممكن تعطيني ورقة من إيدك وتدلني على محل سجنه حتى زوره؟ بعدين بعدين، بس يحصل الخير إن شاء الله. بس أنت فكري هلأ وعجلي بالجواب، اسمع أعصابي فايرة، ولما بتشوفي حالك من سجمة تعي لعندي. بيقلعوني تبع المحرس. ولا يهمك أنا بتصرف. ألو، شوف لي شو أخبار الموقوف هلال مخولاني وخبرني. الله معك. الله يجبر بخاطرك يا سيدي، الله يخلي لك حرماتك يا سيدي، الله يخلينا، الله يخلينا يا سيدي. لك شو عم تحكوا انتو؟ لا تطيروا لي علي من راسي. شلون بدي اقبض مليونين وحق البيت 20 مليون؟ هلأ ليش عم تطل وتقصر يا أبو شريف؟ أصل أنت ما رح تقبض بإيدك شي. شلون يعني؟ يعني هلأ أنت رح تطلع من هذا البيت لبيت تاني شرح برح حديث قيمته 2 مليون ليرة. ها هي لسه بيقولوا لي مليونين؟ لك شو مليونين أنت وياه؟ لك شو جنيته؟ لا يا مدام، حسني ملابسك منيح لا تورطي نفسك بشي ممكن يضرك. بعدين روقي أحسن إنا وإلك. لك شلون بدي أكون رايقة وأنتوا عم تنهبون عينك كنت عينك؟ يا أبو شريف، ولا مرتك تضب لسانها أحسن ما تندم. نصيحة أم شريف، خليني أحكي أنا وخليك أنت عن أصلك. إيه سيدي، وهي روقنا دمنا. شلون ركبت معكم تقلعونا من بيتنا يصرنا فيه 50 سنة وحقه أكتر من 20 مليون؟ الله أكبر، لسه بقلي 20 مليون؟ ولك يا أخي منين جبت لي هالسعر هذا؟ منين؟ منين بدي جيبه؟ من السوق يعني، منين بدي جيبه؟ أسعار السوق وهمية وبتحكموا فيها التجار. ولك إن شاء الله يتحكموا فيها العفاريت، المهم حق البيت 20 مليون. أخي أنا ما بعرف نقش المجانين، راح أعطيك هلأ سنة تمليك لبيت بعدرة قيمته 2 مليون ليرة، غير هيك ما عندي. يا حبيبي وبعدرة كمان؟ بدكن يانا نطلع من سوق ساروجة لعدرة؟ ليش شبه عدرة يعني؟ حرف ساقط؟ هواها نقي وضو الشمس والعيشة فيها ولا أحلى من هيك. هاي سنة التمليك. عمي يا بتروحوا من وشي، يا قسما بالله قسما. طول بالك أبو شريف طول بالك، قولي على عمتي روحتوا الزلمة. اسمع يا أبو شريف، اسمعني منيح، هالحركات وهالزعبرة هي ما بتمر علينا. معكن أسبوع لحتى تطلعوا من هذا البيت، بقى لا تخلونا نطالعكم بالقوة لأنه محلو بحقك قدام الجيران. ويكون بعلمك يا أبو شريف إنه هذا البيت بده يعلم علم من المصلحة العامة. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم ولا عظمي، صاصخ لرقبتكم خلع يا أوباش. بعدرة؟ لك أنا أبو شريف صاحب البيت الشرقي الجميل، زيتوني بعدرة؟ طبعا، لأنه أبو الخوف مصادر 20 بيت لحسابه بعدرة من ملاك الحكومة، يعني مو دافع من جيبه ولا قرش.
يا رب ساعدني، شو بدي ساوي؟ يا رب بعد عني الظلام اللي ما بيخافوك يا رب. قال بدهم يفتحوا متحف، قال اي يفتح قبرن الهي. اللهم عفوك ورضاك. اسمع يا ابو صالح، هي كلمه ورد غطاها. معلمنا ابو الخوف رجل حقاني وبيخاف ربه وما بياكل حق حدا. هالخمس ملايين رح تاخذهم ما صحوا لجدي وجدك. بقى الله يرضى عليك، لا تعمل علينا الشطاره، حل لي هالموضوع بسرعه. الله يرضى عليك. ولك شلون بسرعه؟ إيه انا صار لي 20 سنه رافض بيع الارض حتى يتحسن سعرها. بقى بدك يعني هلا انهي لك الموضوع بسرعه؟ شلون صارت هاي الارض؟ هاي يا ابو صالح بده ينبنى عليها فندق 5 نجوم، ويمكن يكون 7 نجوم كمان. البلد بتتقدم وتتطور يا ابو صالح، لذلك ما في ضروره ابدا توقف بوش التقدم الحضاره، لانه بكل بساطه رح نعتبرك طابور خامس. كانوا طابور هاد ارض بيعفور بتوحد يلي خلقها، وندفع لي عدنهم 4 ملايين وما كنت بيع. هلا جايين انتوا هيك بكل بساطه بدكم تدفعوا عدنهم نص مليون؟ شو الشغله، صلبطه ولا عونطه؟ حبيبي هالارض انت ورتاني ورته، لانك تعبان فيها ولا من يحزنون. يعني انت باختصار واحد طماع وكسلان قاعد وحاطط رجل على رجل وعم تستنى لحتى تغلى، بقى بدك بدهم 5 ملايين؟ ليش يا حبيبي؟ شو هالزلمه هاد؟ لك بدك تقبض 50 مليون هيك على البارد المستريح؟ لك شو مفكر العالم جدبان قدامك انت ولك؟ لك يا رجل احمد ربك، اللي معلمنا بده يشتريها ما حدا تاني غيره، يعني هي ما صحت لجدي وجدك؟ ولك يا عمي هاي الارض مو من حقي انا بس، هاي من حق مرتي واولادي واحفادي. لك شبه 5 ملايين بيشتروا لك 5 بيوت بمساكن فلاحيه، ولا احسن من هيك، كل بيت بمليون ليره. ولك انا مساكن فلاحيه؟ انا اولادي دكاتره ومهندسين. هلا بلا حكي مصدي، بتحب توقع العقد هون ولا ناخذك تمضي هنيك؟ وين هنيك يعني؟ ما بعرف، انت ادرى. اخي وقع وخلصنا، طلعت لنا روحنا. مسك مسك. وهي شيك ب5 مليون، تحاك بعبك تحاك، تفضل. مبروك يا ابو صالح، هيك بيعمل الاوادم. شو ما في مبروك؟ اراحتك، السلام عليكم. بابا ليش هيك ساويت؟ مو حرام اللي عملته؟ ليش هيك فرطت بالارض بهالسهوله؟ أنو أحسن يا صالحة، فرط بروحي ولا فرط بالأرض؟ سلامتك بابا، ببيت الشر عنك. ما شفتي شو عملوا بأبو نعيم لما رفض يبيعهن الأرض بخان الشيح؟ شو قلتي يا نهلة؟ موافقة؟ موافقة. برافو عليكي، هذا اللي توقعته منك يا عروس، ذكية، لأنه قلت لحالي مو معقولة تفرطي بهيك فرصة بهالسهولة. طيب وإمتى بدي أشوف أخي؟ بعد العرس مباشرة. يعني هذا هو الشرط؟ لا لا أبدا مو شرط، بس حتى تكون فرحتك فرحتين. خد أبو شريف البيس عبايتك، سيارة العفش سبقتنا لعدرا والتاكسي عم تنتظرنا برا. قول الله. أبو شريف، أبو شريف، أبو شريف، رد علي يا أبو شريف، أبو شريف، قولي مات الزلمة، مات الزلمة يا أبو شريف. الله ينتقم منك يا أبو الخوف، الله لا يوفقك يا ظالم، الله يهدك مثل ما هددت. أبو شريف، أبو شريف، أبو شريف.
نهلا انت هون يا عمري وانا عم دور عليكي. صباح خير. صباح الخير. امتى فيني اشوف اخي هلال؟ هلا هادي اللي طلع معك صباحيه العرس. يا ساميه مور سيدي حطينا الفطور تحت. على عيني. شو بتحبوا اقدم لكم؟ اسالي العروس. شو بتأمري مدام؟ مثل ما بتحطوا بالعاده. على عيني. انا بحب العسل بالقرفه على بكره بنشط. وامتى رح تتصل مشان زور اخي هلال؟ ولا يهمك رح اتصل. ما بدك تنزلي تفطري؟ يلا لحقتك. يلا. سيدي امتى بتكون طلقوها؟ حالا. ارضوها بقرشين وخليها تحل عن سمانة. عفوا سيدي بس بالعقد مكتوب 5 ملايين ليرة. يا مرحبا عقد. عطوها 100,000 ليرة حاجتها مو محرزة المسألة. كلها جوازة يوم واحد. ايش هم فكرة حال الاميرة ديانا؟ امرك سيدي. الله معك. يا ذابح العنقود خضب كفه بدمائه بوركت من سفاحي. أدب الشراب إذا المدامة عربدت في كأسها ألا تكون الصاحي. يسلموا يسلم الدم. شو هاد؟ أكيد هذا الكلام لأبو النواس. ما حزرت يا رفيق. هي للأخطل الصغير بشار الخوري. في أبيات جميلة لشاعر لبناني بخالف للشي اللي عم تقوله يا أبو الخوف. والله إذا حلوة ما بيهمني إذا كانت مخالفة أو مطابقة. هات سمعنا لشوف. شر الورى من عاش طول حياته في الخمر منهمكا وفي لذاته، قد ضيع الدنيا وأذهب عقله، والدين أصبح من كبار عداته، وكفاه من خزي مقولة قائل لا تصحب السكران في حالاتي. لا هيك نزعت يا أبو جواد، نزعت تماما. ما نزع يا أبو جمانة؟ بلى يا سيدي نزع. يهري حريشه. أسقنيها بأبي أنت وأمي، لا لتجلو الهم عني أنت همي. مرحبا. لا لن أبو العلا. أهلا وسهلا. بزمتك بتحلالك السهرة بلانا؟ لا والله يا أبو الخوف، السهرة من دونك مو حلوة. وشو بك متجهم الوجه عابس الجبين؟ يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. مرحبا. حطونا صباح فخري ملا الكاسات. لحظة أبو الخوف لو سمحت. خير. شوفي شايفك مو على بعضك. سمعت آخر الأخبار؟ أخبار الجزيرة الفضائية؟ لا، أخبار اجتماع القيادة الصباحي. ليش اجتمعوا؟ مالهم بالعادة يجتمعوا الصبح. صحيح، بس اليوم كان عندهم اجتماع استثنائي. وشو سبب هالاجتماع يا ترى؟ بصراحة السبب هو أنت. أنا؟ وشو صار بالاجتماع؟ أقالوك من منصبك. شلون؟ أقالوني؟ بالإجماع. عم تحكي جد يا أبو العلا؟ ولو أبو الخوف. أم نسترجي نمزح معك هيك مزحة؟ وشو كان رأي أبو الحكام؟ وقف ضدك. وأبو البشر صوت ضدك.
وابو سماح كلهم مجمعين على اعفائك من منصبك. مجمعين؟ وما تحقق اجماعهم الا ضدي؟ ولك معقول يرموني بعد ما خدمتهم عمري كله؟ ما عم صدق يا ابو العلا، معقول يعفوني من وظيفتي وانا اللي مسكت لهم البلد ومشيتها مثل ابره؟ لك معقول يستغنوا عن خدماتي بعد ما عملت المستحيل حتى يبقوا بمراكزهم؟ لك ابو العلا انت السيد العارفين، انا ياما مرقت لهم، ياما تغاضيت، ياما عملت يلي ما بينعمل مشان يتنعموا بحياتهم ويناموا على ريش العام، وبعد هالشي انطفشت الشربه براسي؟ اصفيت خارج اللعبه انا؟ هيك نهايتك يا ابو الخوف؟ ولك يلعن الغدر وقله الوفاء ما امشعهم يلعنهم. مالك ملاحظة إنه البابا صاير قليل الكلام؟ قليل الكلام وبس؟ إيه ما بيحكي بنوب إلا الكلمة الضرورية. طيب ليش؟ شو السبب؟ يعني معقولة كل إنسان تستغني الدولة عن خدماته بيتعقد وبحط الحزن بالجرن وبيسكت؟ ما بعتقد إنه هذا هو السبب. لكان شو السبب برأيك؟ بابا مالل ومتضايق من الناس اللي كان يجوا لعنده لما كان الأمر الناهي، بس بعد ما ترك منصبه ما عاد حدا أجل عنده وما عاد حدا من المسؤولين سأل عنه مجرد سؤال. يمكن هذا هو السبب. فعلاً سلاف، كل اللي عم تحكيه مظبوط. إيمانك ملاحظة أنه تليفوناته صارت قليلة؟ خزية العين ما كانت تهدى لا ليل ولا نهار. هو لو كان إخواتي سامر وعامر موجودين هون بالبلد لهم تأثير عليه ويمكن يطلعوا من حالة الحزن اللي هو فيها. سامر وعامر؟ إيش بده يجيبون لهون؟ عايشين بأمريكا عيشة الملوك، ولما بيجوا لهون ما بيصدقوا إمتى يرجعوا. مظبوط عم تحكي يا رغد، لأنه هن لما كانوا يجوا لهون كانوا يجوا مشان يشوفوا أمهم قبل كل شيء. بس لما توفت ماما الله يرحمها ما عاد ما خطرنا على بالهم ولا بالسنة مرة. ايه قومي قومي نقعد مع بابا شوي. يعطيك العافية بابا. الله يعافيكي. بتريد تشرب شي؟ اعطيني جمايكا وكتري لي الاناناس. مرام جمايكا بالاناناس لبابا. حاضر. تسمح لنا نقعد معك بابا؟ بابا ممكن نسألك سؤال؟ تفضلي اسألي. بس ما بتزعل منا؟ لا احكي ما بزعل. يعني حاسين انا وسلا بصراحة اكبر كل طاقم اللي اخذت، انك زعلان وحزين وما انك سعيد. وصار لك شهرين على الحالة، يعني من وقت ما تركت الوظيفة بقى، شو السبب؟ ما بعرف، ما عم يطلع بايدي يكون سعيد. طيب ليش؟ يعني ما شاء الله وكان عليك، لساتك شاب وعندك مال وصحة وشركاتك ماشية والكل بحزك على وضعك المالي. الشغلة مو قصة شركات ماشية ولا واقفة. طيب ليش زعلان؟ شو اللي زعجك؟ يا بنتي اللي رح أقوله صعب تفهميه أنت وأختك. أنا كنت على رأس السلطة وكان إلي صولة، كان إلي جولة، والكل بيأتمر بأمري وصلاحياتي غير محدودة، والسلطة مع المال قوة. أما المال لحاله ما بيكفي، ومثل ما لكم شايفين التجار المليارديرية كتار، بس عدد المسؤولين القادرين قليل. والدليل كل غني بيحب يكون صاحب سلطة وبيحلم بهالشي، بيحلم يصير رئيس وزارة، وزير، رئيس غرفة، حتى عضو بمجلس الشعب. المهم يدخل المعترك السياسي بمصاري. ولما سحبوا البساط من تحتي بدون علمي وبدون مقدمات حسيت بالغدر والخيانة وقلة الوفاء. هذا مع العلم أني خدمت كبار المسؤولين بهالبلد خدمات خيالية وتخطيت اللوائح والمحظورات كرمالهم، بس ما فرقت معهم ورموني بعد ما انتهى دوري مثل ما بيرموا العلبة الفاضية. تليفوني أخرس صامت، ما بيرن إلا حتى يجيب لي أخبار الصفقات والمصاري والأسهم. أنا يا بناتي غير سعيد، غير سعيد بحياتي. ليش؟ شو السبب؟ ما بعرف، مالي مرتاح. بابا نحن مقدرين وضعك ولهالسبب حابين نقترح عليك اقتراح. شو رأيك تشغل حالك بكتابة مذكراتك؟ منه بتملي فراغك ومنه بتبوح الورق بمشاعرك، ورح تكسب المكتبة العربية كتاب مهم لرجل عظيم مثلك. بقى شو رأيك؟
تفضل معلمنا. بتريد شيء ثاني معلمنا؟ اعترافات مسؤول مخلوع. لم يعد للحياة معنى في نظري. كنت ذا عز ونفوذ وجاه وسلطة، وكان الجميع يتسابقون لكسب ودي أو اتقاء شري وسطوتي، ولكنني الآن أهوي من حالق وأسقط من علٍ لأجد نفسي مدفونا مع أموالي التي تكاد تجرفني كما يجرف ماء السيل العارم صخرة كانت تظن بأنها لا تتزحزح. لا أدري مبعثا لحزني وكآبتي. لم تكن حياتي بالمثالية، ولم أكن أقيم وزنا لقانون ولا لعرف ولا لمشاعر إنسانية. كنت أقفز فوق جميع الأسوار وأخترق جميع الممنوعات والخطوط الحمراء. كانت سلطتي غير محدودة، وكانت الدروب أمامي ممهدة سهلة المسالك. لا أحد يحاسبني ولا أحد يتجرأ على مساءلتي. لقد أرخوا لي الحبل على الغارب حتى أقع في شر أعمالي فيبطشوا بي. وكانت حياتي العاطفية ملوثة مشبوهة ماجنة، وكنت أنفق بلا حساب على ملذاتي وصاحباتي اللواتي لم يكن مخلصات لودي. أسكرتني خمرة السلطة، ولم أكن أعرف حلالا من حرام قط، وكنت أكره من ينصحني، فقد كان الناصح بنظري ساذجا ثقيل الظل ولو كان نصحه في الصميم. والآن بعد خروجي من أتون السلطة سالما بأموالي غانما بعدم سجني، لا أدري مبعثا لكآبتي وحزني. ورغم ثراء الفاحش وأموال الطائلة أحس بالفقر الذي يجتاح روحي وبالفراغ الذي يجعلني ريشة في مهب الريح. إنني أفكر في كيفية التوقف عن متابعة الحياة. ربما كان الجحيم أفضل، ولا شك أن ابنتي صارتا تكرهانني ولا تحبان في إلا النقود والنعيم المقيم الذي هما فيه. أما أولادي فقد أنستهم الغربة والسفر البعيد أمري تماما. مرحبا خالد. أهلا وسهلا. بإيش رحتوا؟ بالبورش. إيه بس ما فيها بنزين. إيه ولا يهمك، دبرنا حالنا. وين البابا؟ عم يكتب فوق. مرحبا بابا. إن شاء الله عم يطلع معك شي حلو، بس بدك تقرانا شو كتبتها. ليش تأخرتي انت وياها؟ بابا ما تأخرنا، بس يعني نزلنا على السوق. أنا ما فهمتكم لا تتأخروا؟ بابا تأخرنا غصب عنا لأنه بنت السفير عزمتنا. بلا سفير بلا بطيخ مبسمير. لبقيتوا تطلعوا خطوة واحدة بدون إذني، فهمانة انت وياها؟ روح على الشاليه وتركوني لحالي. شو صاير له بابا؟ ليش هيك صاير عصبي؟ والله ما بعرف. لا وكل ما نجي لنفرحه بيزعل اكثر. لا وكل فكرنا انه بس يكتب مذكراته رح ينبسط. ايه بس الهيئه مو هيك ابنه. فظاعه شو متغيره طباعه، كثير متغيره. ليش هيك عم يصير معه؟ سيدي اجى لعندكم مطيع ابو النجا. بدون موعد؟ نعم سيدي. وينه هلا؟ بالصالون سيدي. لاحق. أهلين مطيع. أهلين أبو الخوف. شو أخبارك؟
الله يعزك ويقويك ويطولنا عمرك. شلونك انت يا رفيق عمري؟ عايش لساتني عايش. ان شاء الله العمر الطويل كله. شو بتحب تشرب؟ بدي بلادي ميري مع رشة فلفل بسيطة. وين ما عدت شفتك ولا سمعت صوتك بعد ما طلعت من الوظيفة؟ مشاغل حبيب عمري مشاغل. تعرف انت الشغل ما بيرحم. وشو يلي ذكرك فيني هلا؟ ولو الضفر ما بيطلع من اللحم. ولهالشي قصدك بخدمة لو تكرمت علي وما رح انسالك هالمعروف طول عمري. شو بدك مطيع؟ بدي منك تسعالي عند معارفك حتى يوافقولي عمر بناية بالوجيبة الكبيرة اللي بين عمارتي وعمارة جيراني، والنافق انه هالمحافظ الجديد قبض لي اياها جد وما عم يسمح لي اطلع ببناية 10 طوابق. ايه بس هلا انا خارج السرب طاير بالسما لحالي بدون مجموعة. ولو يا ابو الخوف انت معارفك كتيرة والكل بيتمنى تطلب منه طلب، ويا ما انت خادم ناس بقى الله يخلي لي اياك. بدي منك هالطلب الله يخليه، ولا تكون متشائم لهالدرجة يا رجل. بس انا يا مطيع صدقني يا ابو الخوف لبيني هالمرة وما عاد احرجك بحياتي. يسلم مرام. حاضر هاتي اللاسلكي. الو مرحبا ابو الندى، انا ابو الخوف. هلا ما عاد تعرفني؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. كيفك انت معلم؟ انا منيح. وينك ابو الندى؟ بدي منك تسعالي برخصه استثنائيه مشان عماره بعشر طوابق لصديق قديم. والله اسف يا ابو الخوف، انا بودي اخدمك من قلبي بس هذا الطلب صعب شوي. وليش صعب بقى؟ لانه هالمسائل ما عاد فيها استثناءات. ارجوك تقدر موقفي. انو موقف هذا؟ انا بعمري ما طلبت منك طلب، معقول تخجلني بهالصوره؟ صدقني ما بقدر يا ابو الخوف، انا اللي طلعت قرار ممنوع الاستثناءات بنفسي، ما بقدر ناقد حالي. معك حق، كل شيء ولا تناقد نفسك. الله يعطيك العافيه، مع السلامه. لا كل عن شرفك وشرف يلي كسر نفسه لك مني وعلي. لك بتعرف هذا ابو الندى اللي عم بطلب منه هالخدمه كم مره خدمته انا؟ لك كاني مره كنت تهريبه من لبنان بدنا حلم ربك، شاحنات مليانه بالممنوعات الخطيره انا كنت مره له اياها، اعطيته موافقه 15 بير حتى يحفرهم بمزارعه ودراب السخن تبعه، سمحت له يتجاوز بعمارته 5 امتار على طريق بلودان، وهلا شفت عينك ما بيقدر الاخ، ما بيقدر، بيعتذر. روي روي ابو الخوف، ما في داعي تزعج حالك مشانه. ابو يحيى بيقدر يخدمنا بهالشغله، انا واثق انه لو اتصلت فيه. بلا ابو يحيى بلا بطيخ. اصلا انت على بعضك ما زرتني حبلنا شخصي، زرتني مشان منفعتك الشخصيه. انا بس لك ما في واحد منكم بيحبني لشخصي، ما في واحد بهالكائنات بيتمنى لي الخير لوجه الله تعالى، حتى اولادي وبناتي. روق يا اطلع من هون، اطلع، روح من هون، روح، خلصني نزل يلعنك. وين البابا؟ عم يتمشى مع ماكس بالشاطئ. امشي نلحقه. ما بدي، بخاف يخانقنا. طيب وين حطيتي الوكمان تبعي؟ جوا بالغزانه. شو هو؟ اكيد هدول المذكرات اللي عم يكتبهم بابا. قريتيهم شي؟ لا. امشي نقراهم.
معقول بابا يكون هيك؟ يا ترى عم يحكي عن حاله ولا عن حدا تاني؟ قومي لعنده قومي. اوعك تقولي له انه قري المذكرات، يعني معقول قول له ليكو التانية؟ شو عم تساوي هون لحالك بابا؟ ما مليت؟ الا لحالنا بنجي بنسليك وبناخذك معنا على الغدا. ما جد بابا؟ اتركوني لحالي شوي. يعني معقول نتغدى بدونك؟ عم قلكم اتركوني لحالي شوي. بابا طول كتير، اتصلي فيه. بس موبايله هون. خالد مري انسي رغا، روح شوف البابا وينه. تكرم عينك. بصراحة ما بعرف شو صاير له البابا، لا عم يقبل دعوة حدا ولا عم يعزم حدا على البيت وما بده يشوف حدا. بقى هالشي طبيعي برأيك؟ لا والله مو طبيعي يا رغد. يا ترى مين بيقدر يطالعه من هالحالة؟ ما في إلا الدكتور فرانسوا سمعان. بكرة بتصل فيه وبخليه يجي لعنا ويزورنا. مثل ما شرحت لك دكتور. تفضل. شكرا. معلمنا حساس شوي وما عم يقدر يتأقلم مع وضعه الجديد وهو خارج السلطة. معلمنا مرحبا. أهلين. كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله. منيح الحمد لله. ممكن نحكي شوي أنا وياك؟ لي زمان ما شفتك. أنت دكتور وأنا مالي بحاجة لدكتور. أنا جاي كصديق. من وين لوين؟ الله معك. خالد مر معلمنا. قوموا بواجبه وتركوني لحالي. حاضر. تفضل دكتور. الحياة لم تعد تعني عندي شيئا كثيرا. علمنا لازم ينزل لحاله، ها، لأنه بصراحة عنده حالة اكتئاب وعدم توازن نفسي بيهدد بالانفصام لا سمح الله. بخيلك ساعدنا يا دكتور، لا تتركنا لحالنا، لو قلعك أرجوك. راح أعمل جهدي. شو رأيك تقلي له عن المذكرات؟ لا لا أوعيك، هي أسرار ما بتنقل لحدا. مرحبا. أهلين. أمور عركوت موجود؟ مين حضرتك؟ يخرب بيتك هلا ما عتعرفني، انا ابو الخوف. اهلا معلمنا، تفضل. اهلين معلمنا. شوف يا عركوت، انت زلمه ما بتحب الحكي وانا زلمه عملي، ومليت من حياتي وبدي منك تقتلني لقاء المبلغ اللي بتحدده. قلتلك على الخالص حتى الموت. طيب شلون بتحب؟ واص ولا دعس ولا؟ لا واص. امتى؟ بعد شهر بتاريخ 12/7 حتى خلص كتابة مذكراتي، وبيحكم يوم الاثنين. قديش بتريد؟ شو بدنا نطلب من معلمنا ابو شاكر؟ هات مليونين كاش ولو انك يعني خسارة للبلد، بس الشغل شغل، ما في عواطف ولا اكل هوا. أنا واثق فيك يا عركوت وبتمنى تبيض وشي. ألف طلب مثل الطلب معلم. خاطرك. ما شربت شي؟ أبو شاكر أنت اللي بدك تقتله ولك نص مليون من هدول، فشو رأيك؟ من ايدك هاي لايدك هاي معلم. يا مرام. نعم. جيبي لي سندويشة جبنة وكاسة شاي وحقيني فيها لو تطي. امرك بابا. ما انت حكي معنا. طب شو عملنا له؟ معلش ابوكم مريض ولازم تتحملوه، والدكتور فرانسوا ما راح يتركوه، بكره رح يمرق لعنده.
صباح الخير. صباح الخير. فاق بابا؟ اي نعم، طلع لفوق يكتب. صباح الخير بابا. صباح الخير. صباح الخيرات. شو شايفتك متنشط اليوم وفايقه بكير، ما بدك تقرا لنا شو كتبت؟ مو شغلكم. بابا ليش هيك عم تحكي معنا؟ بابا انت انسان عظيم وما لنا غيرك بهالدنيا. بابا والله الحياه حلوه كتير، ليش هيك متشائم؟ ليش ما بتفتح صفحه جديده وبتنسى الماضي والناس؟ لمين تاركنا؟ اخواتي برا مو سائلين عنا، وما لنا ام فوق راسنا وما عنا. بابا اذا كان في غلط بحياتك بيتصلح، ومو انت اول مسؤول ولا اخر مسؤول بيتسرح. الله خلق التوبه وخلق الاستغفار، والرجوع عن الخطا فضيله. وبابا انت بتعلم بلد، يعني عيب نحكي معك هيك حكي. بابا اذا صار لك شيء نحن بنموت، بيهون عليك فينا. وشي طبيعي انه الانسان يخطئ ويتمادى لانه ضعيف، بس يعني شو بس؟ شو عرفكم اني انا مخطئ؟ بصراحه قرينا مذكراتك بالصدفه. قريتوها كلها؟ بابا انت انسان عظيم، واذا كنت حاس حالك مخطئ مع الناس فسهل كتير انك تراجع نفسك وتصلح غلطك، وبامكانك تتبرع للجمعيات الخيريه وترد حقوق الناس وتشوفهم بعين الحب والتعاطف والرحمه. قرب من الناس، حبهم بيحبوك، كن جميلا ترى الوجود جميلا. مو هيك كنت تقلنا دائما؟ طلع حواليك، اختلط بالناس، اطلع من عزلتك هي وتواصل مع البشر، توب لله عز وجل وكل شيء بيتصلح. انت املنا يا حبيبي، لا تتركنا لحالنا. علمنا، تفضل شرف. شو يا عركوت؟ شايفك انت اللي عم تفتح الباب. ايه والله، ابو شاكر بمهمة سرية بافريقيا، بده 3 ايام ليرجع. ما بدي اطول عليك بالكلام، انا بدي الغي الاتفاق يلي كان بيناتنا بخصوص قتلي ب 12/7. بس هيك يا معلم، نحن رح ننظلم. ولا يهمك، المبلغ اللي اخذته مني مسامح فيه. ماشي؟ ماشي سيدي ماشي. يكتر خيرك ويعطيك طولة العمر يا سيدنا. بخاطرك. مع السلامة. مهوني مهوني. يا أهلي بابا، أيامك مرحبا فيكم. سيارة جاهزة معلمنا. يلا. بدك تأخر بالشام بابا؟ لا والله 3-4 ايام، بدي مر على هالناس وسلم عليهم، وبيني وبينكم اشتقت للشام واهلها. يلا بالاذن. الله معك بابا، دير بالك على حالك. باي.
كلامك ساحر، كل اشعارك حلوه، رسام فنك ماهر، شاطر 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 يا عيني شاطر. حلو كلامك. سلام يا نجيب. اهلين وسهلين اخي نوراس، اهلا وسهلا ومرحبا، يسعدني صباحك. بدي شي مصنف صحابة الله يخليك. لك مو تكرم عينك على عيني وراسي. يلا هاي مصنف سحاب اخي، تفضل. اي والله يستمر والدين. ما بدك ظرف تحط فيه المصنف؟ اي والله ما في مانع. على عيني وراسي، تكرم شواربك حبيبي. هاي ظرف. يا ترى ما بدك طوابي؟ لا 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 لا، ما بيلزمني ابدا. شي؟ شلون ما بيلزمك بقى؟ شلون بدك تساوي المعاملة بلا طوابع؟ اي والله ستك اذا بدك تتطلق من جدك لازم تلزق طابع. بقى تأكد منيح اخي نوراس، الا ما يلزمك طوابع. يعني الدولة لما اصدرت الطوابع ما اصدرتها مشان تتفرج عليها او مشان توزعها للذكرى. دولة هي ما بتساوي شي بلا طعمة. سلامة عرفك نوراس. ايه بس انا ما عم ساوي معاملة، انا عم طالع وراء مشان السفر. سفر؟ ليش لوين مسافر يا مهوين؟ على الخليج اذا الله راد. اوف، وليش لحتى سافر على الخليج؟ يعني ليش بيسافر العالم لهني؟ صاح لي عقد عمل وبدي روح اشتغل. ليش قلة عمل هون لتروح على الخليج؟ نوراس، يعني عدم المؤاخذة، هي انت متوظف وظيفتين وعم تقبض راتبين باخر كل شهر، بقى شو بدك احسن من هيك حبيبي؟ دخيلك ودخيل الراتبين، اذا بدي ضل عايش على الراتبين بحياتي ما راح اجمع حق بيت. يعني بفهم من كلامك انه شغلك هنيك رح يجيب لك حق البيت؟ طبعا اذا الله وفقني خلال 3 سنين بقدر جمع حق بيت على قدي وارجع. ايوه فهمت عليك. والله اذا كان هيك الحق معك، سافر اخي نوراس، سافر ولا ترجع. روح بلا رجع ان شاء الله. قصدي لا ترجع الا وحق البيت بجيبتك، لانه لازمك بيت انت، لازمك. ومو معقول تضل مشنطط بالاجار طول عمرك. ما بتوصيني بشي من الخليج عمي ابن جي؟ لا والله ما بدي الا سلامتك، بس وينك حبيبي؟ يعني اذا صح لك شي عقد عمل هيك لعمك ابو نجيب وانت هني، لا تنساني. ليش كمان انت بدك تسافر على الخليج؟ ايه بسافر، وليش لحتى ما سافر؟ خليني انا التاني اتبهنك لي بقرشين قبل ما انطمر بهالجوره، حرام يعني اذا تبهنكت. تكرم عينك عمي ابو نجيب، خلص اذا لقيت لك شغله مناسبه ببعث لك فاكس من هني. لا حبيبي لا، الله يرضى عليك، انا لا بفهم لا بالفاكس ولا بالماكس، بعت لي مكتوبه بيمشي الحال. ايه على راسي. قديش حق الظرف المصنف؟ حاجتك 25 ورقه. اخطاي انت بدك تتغرب وتتمرمط على بين ما تجمع لك كم قرش. ايه على راسي شري. يسلم وهديات ومعوضين ان شاء الله. الله معك مهونه. وينك وينك؟ ضب ايدك منيحه، غربه هي مو رايح تشمها وانت، يعني قد ما فيك تغب مصاري غب، وقد ما فيك تنشح على حالك انشح، بدي انشح هالشغله. ما هوني ابو النوارس. الله معك حبيبي، مع السلامه. يا ام نجيب، يا ام نجيب. نعم نعم. وين الشاي؟ يلا حاضر. ها يسلموا ديات يا رب. الله يسلمك. من ايد من عدمها. خلينا اياك. بتعرفي يا ام نجيب، هالنورس قدع وقبضاي وقت حاله قسما بالله عجبني تماما. وليش بقى؟ شو ليش؟ لانه رايح يتغرب ليأسس حاله ويشتري بيت، لانه معلومك البيت عنا حلم. ممكن حكايتي بريد وتنبال وفاتح تمي للهوى وبدي من رب العالمين يسلت لي اللقمة بنص تمي وهي مربوطة بخيط. يعني صار لي مبلط بمحلي أكثر من 30 سنة وما كنت أعرف أسس شيء. ليش شو ناقصنا يا أبو نجيب؟ هي عايشين ورضيانين والحمد لله وعين الله علينا، وهي أنت ما شاء الله حولك شغلك ماشي فوق الريح. فوق الريح؟ قريت الريح تسفقني سفق يا حق. قال فوق الريح، قال يعني هالمحل يلي قد عين العقربة بتعتبري حلم عمري وأساس حياتي. هلأ لشو كل هالنق؟ عطيني من الآخر لحتى أفهم عليك. ها ها يا ستي، أنا عم فكر أعمل مثل نوراس. يعني شو المانع إذا سافرت لي سنتين ثلاثة على هالخليج وصمت لي كم قرش نطاف حتى أقدر وسع فيهم المحل؟ لا سيدي ما بدنا نوسع شي. بعدين مو حلوة بعد هالكبرة تسافر وتتشنطط،
اصلا يا ابو نجيب شو بقي من العمر؟ يلا نقول حسن الختام. حسن الختام؟ دخيلك دخيلك انت وهالملافظ. لك شو شايفتيني هرهرت وصرت على حافه قبري؟ قسما بالله لحد هلا اذا ربطت حدا لا بتطيب تهد الجبل. قوم البط شي شغله قدامك رح تصدقي. قوم. لا عود هلا لا تلبط شي بلا ما ينكسر حوضك. مصدقتك بس بدي اياك تنسالي قصه هالسفر. يعني بدك الحقيقه؟ انا ما بقدر على فراقك. ايه هيك ها؟ شفتي ما احلاكي؟ قولي هيك من الاول بس لا تقليلي كبرت وهرهرت. اي والله لا كبرت ولا شيء، ما كبرت. شاطر يا عيني شاطر، حلو كلامك ساحر، كل اشعارك حلوه، فنان برسمك ماهر. شاطر 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 شاطر. مرحبا عمي نجيب. اهلين ماهر ماهر. الله يعطيك العافيه. اهلين ماهر. سلم عليك الماما امبارح شافت شنتاي عندها. ايه والله اجت عندي وشافت شنتا. اعطيني اياها. ايه على عيني وراسي. الك هي ولا لاخو؟ لا شو لي لاخي. لاخوك الصغير؟ لاخي الصغير. اها معناتها لقياس اللي شافته هذا السمول. شو اللون بتريده؟ على ذوقك. طيب خد هذا فوسفوري، صعي جاعر شوي، بس الاولاد بيحبوا هيك الوان. تسلم يسلم ودياك. اهلين حبيب قلبي. قديش حقها؟ 50 ليرة. ايه على راسي. اهلين وسهلين، شلون الماما؟ الحمد لله بسلم عليك. والله الله يسلمها. تفضل. هات هات يسلم ودياك. شكرا. شكرا حبيبي قلبي، تعال تعال تعال. خذ مصمصة على الطريق. يسلم ودياك. اهلا وسهلا حبيبي. السلام عليكم. مع السلامة، الله معك. اهلين وسهلين. مرحبا يا ابن نجيب. اهلين وسهلين اخي نوراس. يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة. انت كان القدوم؟ الله يسلمك. والله من حوالي 20 يوم بس مسافر بعد جمعة. شو هالحكي؟ مبين الرجعة قريبة. شو بالظاهر ما تجمع معك حق البيت؟ اكيد ما انشحت على حالك مثل ما وصيتك انا. لا لا عم يا ابو نجيب مو هيك القصة، لاني انا اشتريت بيت والحمد لله. إيه عظيم كتير، الف مبروك ان شاء الله تسكنه بالهنا يا حق. بس ما قلت لي ليش بدك ترجع على الخليج؟ قلت لحالي بتغرب لي كم سنة زمان مشان اشتري سيارة مثل الخلق والعالم. والله إذا كان هيك معك حق، لأنه لازمك سيارة أنت، يعني هالفصعين اللي عم يركبوا سيارات، بشو أحسن منك؟ اللي سيدنا وراس. سيدي، الله يقدم اللي فيه الخير، أعطيني مصنف سحاب وظرف إذا أمكن. إيه على عيوني وراسي، تكرم عيونك. بتعرفيني أنت منيح يا أم نجيب، أنا مالي خفيف، وحكمي على الناس دائما بيزبط وبيطلع محله. وشو مناسبة هالحكي هلا؟ المناسبة انه هالنورس خرط مشطي تمام، لانه بالفعل شاب مكافح وشغيل وعم يتعب على حاله، وهيك دائما انا كنت اقول عنه. انت قول انه راكد على الدنيا بايديه ورجليه وما في شيء معبي عينه بيكون احسن. لا يا ام نجيب، ليش عم تحكي عن الزلمه؟ ليش مو من حق كل بني ادم يحسن ظروفه؟ والبني ادم طموح، طموح بطبعه. والزلمة حابب يركب سيارة والفرصة قدامه، يعني بيتغرب له كم سنة زمان وبيرجع بأحلى سيارة. معلومك السيارة ببلدنا حلم. سيدي الله يهني، نحن شو قلنا عليه؟ ما قلنا عليه شيء، الله يهني. بس الحسرة علي أنا. يو ليش كمان أنت بدك تركب سيارة؟ سيارة ولك ريتني اركب خشبة، اركب عصاية، اركب سحارة بيكون أحسن. ولك يا حسرة علي وميت حسرة. اي والله إذا بضل بكارس ماني وعم بيع طوابع مصنفات لمدة 30 سنة تانيات ما بقدر اشتري طرطيرة مو سيارة. على كل حال نحن مو لازم تلنا السيارة. عيني من كتر مشاوير ميل مقتلي بعضها. دخيلك انت ما بتعرف تسوق ولا معك شهادة سواقة، لشو كل هالعي أبو نجيب؟ صحيح، بس وقت بتحضر السيارة مستعد اتعلم السواقة بعشرة ايام. يو لسه بدك تتعلم كمان؟ لك يا ابو نجيب ما بقي بالكرم الا الحطب، شو بنا؟ ايه بس 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 خلص بقى روحي عنا. يا اصلا انت هيك دائما، روح قلبك تكسري مقاديفي وتنفسيني مثل الدولاب وتذكريني باني كبرت. لا عسلامتك انت ما كبرت، لساتك شاب ولبطك بتهد الحيط. انا اللي كبرت وهرهرت. مو هيك يا ام نجيب؟ انت اللي كبرتي مو انا. لبقيتي تخربطي. مرحبا عمي ابو نجيب. مي نوراس؟ ما نوراس. اهلين وسهلين نوراس. اهلين عمي ابو نجيب. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. شو شايفك بحارتنا؟
ايه والله كنت جاي ودي على الوالده، قلت لحالي بمر بسلم عليك لاني مسافر بعد كم يوم. ليش ناوي تسافر كمان؟ ايه نعم اذا الله راد. ايوه طيب عدم المؤاخذه يعني انت ما اشتريت بيت وسياره هيك يعني تيسرت امورها؟ صحيح بس الحقيقه لازمني راس مال صغير لحتى ابدا شيء مشروع هون، لانه بمعلومك اي مشروع مهما كان صغير بيضل حلم بالنسبه للرجال. ولا بدك اني ارجع على البلد واقعد لا شغله ولا عمله؟ لا طبعا لازم تفتح مشروع، بس عدم المؤاخذه انت هيك رح تقضي كل عمرك بالغربه ولك ابني. ايه شو بدي اعمل يا ابو نجيب، الحياه صعبه ومتطلباتها كثيره. وكم سنه رح تغيب هالمره؟ لا هالمره ما رح طول، شغله 4 سنين وبس، وان شاء الله هي رح تكون اخر سفره. حاجتي ابو نجيب حاجتي، تعبت من الغربه وصار لازم ارتاح. ايه والله ايه والله الحق معك، الغربه بتضني ولك ابني بتضني. بتوصينا بشي عمي ابو نجيب؟ مهونة ابني، الله ياخذ بيدك يا نوراس، مع السلامة حبيبي. يعطيك العافية عم. أهلين مون. شو ما عرفتني أبو نجيب؟ أنا نوراس أبو مخ. ولك أهلين أهلين نوراس، لك يا ميت مرحبا، لا تأخذني يا ابني، العتب على النظر، شوفت عينك. كبرنا وهرهرنا. على سلامتك عمي ابو نجيب، اهلين وسهلين. اهلين وسهلين حبيب قلبي، شلونك نوراس؟ شلونك انت؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله تمام. بلاقي عندك مصنف سحاب وظرف. مصنف سحاب؟ اوعى تقول لي انه بدك تسافر يا نوراس. ايه والله، بس ان شاء الله هي اخر سفره. خلص ابو نجيب حاجتي، تعبت. صار معي سكري، تضخم بالقلب، وزوغان بالعيون، والتهاب مفاصل. هالغربة هدتني هد. طيب طالما هيك شو الله جابرك على السفر انت؟ بروك بقى على يطاك، بروك ارتاح، هاي ما شاء الله كان امنت البيت امنت السيارة والشغل يعني كله على حد علمي، يعني صار تمام هيك. صحيح، بس لازمني قرشين لحتى اكمل بناية اللي عم عمرها، لانه ناقصها سيراميك وبلاط ومنجور. وبمعلومك بدي شلي قرشين لاخرتي، لانه صار لازم ندور على حسن الختام، ومثل ما بتعرف حسن الختام ببلدنا حلم، حلم حقيقي يا ابو نجيب. حسن الختام؟ وليش هيك صاير عم تحكي مثل مرتي انت؟ توصينا بشي يا ابو نجيب؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. احسن شي يا ابني دير بالك على حالك، وحاجتك بقى سفر وتعتير، حاجتك يعني حاجه رايح هيك مثل سيئان مغربه رايح جاي. لا خلاص خلاص ان شاء الله هي اخر سفره. ابو نجيب اذا ملاقي حالك تعبان اليوم بلا روحتك على المحل. لا لا ما بني شيء ما بني شيء. شو بني؟ يو شلون ما بك شيء وانت مو قدران تسند طولك؟ لك ما عليك مني، بدبر حالي، بعدين انا اذا قعدت بالبيت بمرض، والله بمرض اكثر، بمرض. الحق معك روح، بس لا تتاخر، ارجع بكيره. ايه برجع، ان شاء الله مفكرت اني ما راح ارجع بوشي على الترضي يعني؟ يو بدي ارجع لك على بيتي هذا، بدي ارجع، ما حلالي ولا ارتحت له على الترضي، بدي ارجع يا أبو نجيب. الله يرحمه. مين ميت يا ترى؟ اللهم ارحمنا دنيا واخره. نوراس رحمة الله عليك يا نوراس، سبحان الداعي سبحانه، بس اكيد هي اخر سفره ما في مجال.